هذا أول لقاء من نوعه اللي كيجمع كل رؤساء الجامعات المغربية لتقول مكانة الثقافة والإنسانيات والقيم داخل الجامعة، وهذه مسألة من في صميم اهتمامات الجامعات. فنقاش حول سياسة ثقافية داخل الفضاءات الجامعية لتبادل رؤى حول هذا الجانب، وكذلك لوضع خطة يعني لتجمع كل الجامعات إطار إصلاح المنظومة التعليم العالي. أنا سعيد اليوم بتواجد في هذا الحفل بهيج مناظرة حول دور الثقافة والإنسانيات في خلق شباب متميز بجامعة المغربية. نعلمون جيدا بأن الطالب ينشغل في الدروس والنظرية والتطبيقية وأيضا التوجيهية، ولكن ينسى الثقافة، والثقافة واللغات وأشياء أخرى والرياضة تسمح لخلق طالب متوازن يمكن أن يلعب دورا مهما في المجتمع. النظام الحالي المعتمد بجامعة المغربية هناك مشروع لتسريعه، وهناك مشروع لخلق وحدات موازية في الثقافة، في المهارات المرنة، في المهارات الرقمية التي يمكن أن تضاف كشيء نوعي لخلق طلبة متمكنين يتقبلون الآخر، يتمكنون من شرح ما يفعلون، أن الثقافة تسمح للطالب لأنه يكون عنده قدرات ومهارات لفهم الآخر وأيضا لبلورة آراء متوازنة. فهنيئا للمنظمين لجامعة المغربية، هنيئا لجامعة محمد الخامس لأنه هي اللي نظمت هذا اللقاء.